بتقوى الإله نجا من نجا وفاز وصار إلى ما رجا. بداية كما تفضلت أخي الكريم، النفس البشرية مقدسة، وجاء الإسلام وقدس هذه النفس ورفع من قيمتها وأحاطها بمجموعة من الأدلة التي تؤكد هذه القدسية وتؤكد هذه الحرمة، وأن الاعتداء عليها جريمة من الجرائم، والمحافظة عليها هي حياة، بل حياة للناس كلها. والله عز وجل أول ما أكد، يعني بدأ بتهديد لمن يعتدي على هذه النفس البشرية بقوله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فنلاحظ في هذه الآية الكريمة أربع عقابات من الله سبحانه وتعالى، أو أربع عقوبات من الله سبحانه وتعالى لمن يعتدي على هذه النفس البشرية، بيانا لقدسيتها وأهميتها وكرامتها عند الله سبحانه وتعالى. ثم يعني تحدث الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في مجموعة من الآيات الكريمة: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وكذلك ومن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا.